مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ودايما منورنا ومشرفنا في استاد كساد الاهلي وقناتكم قناه الاهلي. وحشتوني جدا جدا في الفتره اللي انا غبت عنكم فيها، لكن يعني عقبال عندكم كده كلكم ان شاء الله، يعني كان الحج وان شاء الله كلكم ان شاء الله تروحوا يعني هذه المناسبه الجميله جدا جدا وهذه الاماكن الجميله جدا جدا ان شاء الله ربنا يكتبها للجميع. بسرعه جدا نروح نشوف اخبارنا علشان مباراه الاهلي وطلائع الجيش الهامه جدا بكره، يعني 21 لاعب في قائمه الاهلي مواجهه طلائع الجيش. كابتن حسام بدري المدير الفني للنادي الاهلي اعلن 21 لاعب اختارهم الكابتن حسام في القائمه، وهم شريف اكرامي، محمد الشناوي، واحمد عادل عبد المنعم، وحسين السيد، ورامي ربيع، ومحمد نجيب، وسعد سمير، واحمد فتحي. معاهم حسام عاشور، وعمرو السلي، وعبد الله السعيد، واحمد الشيخ، وليد سليمان، وليد ازارو، ومحمد هاني، وهشام محمد، واحمد حمدي، واحمد ياسر ريان، وكريم ندفد، واحمد حمودي، واسلام محارب. ما شاء الله يعني اسماء يعني كلها تخض، ولسه كمان اسماء هتدخل ان شاء الله النادي الاهلي السنه دي باللعيبه اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم دي، اللي احنا سمعنا اسمائهم واللعيبه اللي هتدخل ان شاء الله يحصدوا كل البطولات. ده كان تمرين اللي حضراتكم شايفينه، ده كان تمرين الامس يا احمد. تمام، يعني حضراتكم عارفين طبعا ان عماد متعب خارج القائمه، ولكن لسبب نزله معويه وراء عدم استكمال متعب لمران الاهلي، واعتقد ان هذه النزله هي سبب خروج عماد متعب من قائمه ال 21. الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قال ان عماد متعب مهاجم الفريق لم يتمكن من اكمال المران اليوم بسبب نزله معويه حد. ألف سلامة عليك يا عمدة. وأكد طبيب الفريق أن متعب شعر بآلام أثناء المران واضطر لمغادرة المران وعدم إكماله لتجنب تفاقم الألم، وخرج بعد ذلك من قائمة الفريق التي دخلت معسكر المباراة. يعني علشان بس ما حدش يطلع يقول الكابتن حسام طلع عماد لأسباب فنية، عماد متعب يا جماعة أصيب بنزلة معوية حادة هي اللي أدت لاستبعاده من قائمة المباراة. النهاردة لاعبو الأهلي يبدأون المران بالفاتحة. استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانو اليوم بقراءة الفاتحة على ملعب التتش بالجزيرة. جاء ذلك تيمنا وتباركا ببداية مشوار الفريق بالدوري، والذي يخوض الأهلي خلاله أول مواجهة أمام طلائع الجيش غدا إن شاء الله. يستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش مساء غد في أولى مواجهاته للموسم القروي الجديد. كل التوفيق للنادي الأهلي بكرة إن شاء الله. كابتن حسام النهارده عمل فقره لتسديد الضربات الثابته، او خصص جزء في المران للضربات الثابته. كابتن حسام بدري المدير الفني للفريق الاول خصص فقره لتدريب اللاعبين على تسديد الضربات الثابته استعدادا لمواجهه طلائع الجيش. طبعا حضراتكم عارفين ان هي حاجه مهمه جدا، وش لو حضراتكم بتتابعوا الدوري الانجليزي النهارده معظم الاهداف النهارده جت من ضربات ثابته، سواء ثابته او كمان متحركه. يستعد الأهلي لخوض المباراة غدا في تمام الساعة 8:15 على استاد السلام في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم. معانا كمان طلائع الجيش، ال 18 لاعب اختارهم المدير الفني أحمد سامي. محمد بسام، محمود شكري، وخالد سطوحي، وعلي الفيل، ومحمود البدري، وعاصم صلاح، ومحمد طارق، وفرانك وساسة، وحسن عبد العزيز او أساسة حسن، وعبد العزيز توفيق، وبلال جمال، ومحمود حمد، وصلاح امين، ومحمد اشرف، عبد القادر، واسلام جمال، واحمد الشيخ، وحسن يوسف. معانا مين؟ احمد، استاذ احمد خالد الصحفي بالوطن، اهلا بيك يا استاذ احمد. الحمد لله تمام، كل سنه وحضرتك طيب. اتفضل حضرتك، كنت تابعت المران النهارده؟ التمرين النهارده كابتن حسام كان مركز النهارده الاول كده، كان في محاضره فيديو قبل الماتش كان بيشرح لهم، كان بيعرض يعني حاجات طلائع الجيش، يمكن كمان شفنا ملامح كبيره جدا للتشكيل. كابتن حسام مركز مع 11 لاعب بالذات، يعني عملهم في نص الملعب فقط كده، كان شريف اكرامي وحسين السيد ناحيه الشمال نظرا لغياب علي معلول عن الماتش. عرفت ان هو عامل عمليه في ظهر رجله شايله. احمد فتحي ناحيه اليمين، وسعد وربيعه في قلب الدفاع، وعاشور والسوليه في نص الملعب قدامهم عبد الله السعيد صانع العاب، ونجين وليد سليمان، وجنبه احمد الشيخ،
وقدامهم وليد أزارو. هو دايما الكابتن حسام بيحط اسماء وهميه، ما بيحطش التشكيله الاساسيه، علشان كده يعني ممكن تكون التشكيله دي قريبه. طبعا طبعا ده بتبقى تشكيل متوقع ومفيش تمام. حاجه اكيده طبعا، بس في غياب النهارده كابتن عماد متعب، غايب النهارده عنده نزله معويه يمكن ما كملش التمرين النهارده. تمام. في مفاجاه النهارده بتبعت جونيور اجاي، وصالح جمعه غايب حاجه عنده حاجه في الضمه او الحوض اعتقد، وميدو جابر وعمرو. وحضرتك عندك فكرة عن استبعاد أجايي كان لأسباب فنية ولا لأسباب إجهاد؟ يعني ممكن ما هو كان بيشارك النهارده في التمرين بشكل طبيعي جدا، يمكن كلنا اتفاجئنا طبعا استبعاده القايمة، بس هو لأسباب فنية يعني لحد دلوقتي ما فيش سبب واضح. والأفريقي الجديد باقة استبعدوه النهارده لعدم وصول بطاقته لحد دلوقتي، لسه لحد دلوقتي البطاقة الدولية ما وصلتش لحد. دي كانت أبرز علامات التمرين. أبرز الحاجات. حضرتك عايز تسأل حاجة معايا؟ لا يعني حضرتك قلت لنا اسباب غياب عماد متعب، واحنا قلناها واشرنا ليها ان هو عنده يعني نزله معويه حاده. جونيور اجاي عليه علامات استفهام، مش عارفين ايه سبب الاستبعاد. اكيد ممكن الكابتن حسام بيريحه، يعني في لعيبه كتير ما شاء الله. استاذ احمد احنا قلنا لعيبه كتير جدا ما شاء الله، ولسه لعيبه هتدخل كمان. لسه طبعا في عندنا عدد كبير جدا يعني من اللعيبه في القايمه، وقادره ان هي تخوض الماتش بكره، وماتش مهم. واعتقد هيبقى ماتش صعب نظرا لكابتن حسام وعد الجماهير الفتره اللي فاتت بتطوير الاداء، ويبقى في كوره احسن ترضي الجماهير اكتر من كده. كمان ممكن يكون شايف ان ممكن اراحه النجوم استعداد لمباراه افريقيا الهامه جدا، ولا حضرتك شايفها ازاي؟ يعني انا شايفها كده بالظبط. يمكن كابتن حسام بيعاني من حاجه كتيره جدا، في غيابات كتير يعني، عنده صالح برضو ورقه مهمه غايبه، علي معلول غايب، يعني في اكتر من ورقه، وطبعا في عدد كبير جدا من الصفات الجديده. يمكن هتشوف اسلام محارب ممكن يشارك. كابتن حسام كان ادلى تصريحات صحفيه واعلاميه الفتره اللي فاتت، قال لك ان اسلام بيخدم تفكيره وطريقه لعبه. يعني احنا بنحاول ندخل في دماغ كابتن حسام شويه. عندنا طبعا مباراه مهمه جدا بعد مباراه طلائع الجيش. معلش يا كابتن، طبعا التشكيل ده طبعا متوقع، ليس اكيد. لا 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 اكيد اكيد، هو دايما الكابتن حسام حتى طبعا. لا لا اكيد اكيد، هو الكابتن حسام دايما بيحط تشكيلتين يعني بيحير الناس شويه، بس اكيد طبعا التشكيله الاساسيه هتبان بكره ان شاء الله. استاذ احمد شكرا جدا لمتابعه حضرتك. يعني دي كانت اهم اخبارنا. اقول لكم كمان النتائج، نتائج الاسبوع الاول حتى الان. حضراتكم عارفين ان اقيمت اربع مباريات. افتتح الدوري العام بمباراه الداخليه وبتروجيت، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف. تقدم الداخليه بضربه جزاء وتعادل بتروجيت. المقاولين العرب مع الرجاء، المقاولين كسب الرجاء 3-0، كانت نتيجه قاسيه جدا في اول مشوار المقاولين العرب واول مشوار الرجاء اللي كان بيقول ان هو ناوي ينافس على الدوري. النهارده طنطا والنصر، التعادل السلبي بصفر مقابل صفر. الاتحاد السكندري والاسماعيلي، المباراه دي دراماتيكيه يعني، كان الاتحاد متقدم بهدفين لحد الدقيقه 40 اعتقد. الاسماعيلي بدا الاهداف قدام حضراتكم، الاتحاد كان متقدم بهدفين، الاسماعيلي احرز هدف واحرز 3 اهداف بعد كده. ده اول هدف يعني. المباراه فعلا كانت مباراه حلوه جدا وشيقه جدا. دي الاهداف قدامكم، الهدف الثاني اهو. يعني مباراة في اسكندرية، تقدم الاتحاد. كابتن هاني رمزي أول مباراة يقودها رسميا في الإسماعيلي. ده الهدف الأول للنادي الإسماعيلي. أنا هسيبكم تتفرجوا على الأهداف عشان كانت فعلا مباراة كانت مهمة جدا وجميلة جدا. يعني 6 أهداف حلو قوي يعني، ماشيين بمعدل كويس قوي. ده الهدف الثاني او هدف التعادل الاسماعيلي. بعد كده الاسماعيلي يتقدم بالهدف الثالث، والهدف ده الهدف الثالث. يعني حاجه حلو حلو المباراه دي يعني. يا رب يجي لنا عدوه الدوري الانجليزي والدوري الاسباني ويعني الدوري الالماني، اهداف يعني لا تحصى ولا تعد. بنشوفها في الدوريات العالميه، ان شاء الله نشوفها كمان في الدوري المصري. وده هدف كمان يعني انفراد من نص الملعب يعني زي هدف اجويرو النهارده مانشستر. يعني دي كانت اهداف الاسماعيلي والاتحاد النهارده. الف مبروك نادي الاسماعيلي، وكل التوفيق نادي الاتحاد السكندري،
ومدير الفني الكابتن هاني رمزي في اولى يعني مشواره في الدوري العام. يعني الترتيب لغايه دلوقتي احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، المقاولين العرب في المركز الاول، الاسماعيلي في المركز الثاني، الداخليه في المركز الثالث، وبتروجيت في المركز الثالث ايضا، يعني بالمتساوي في النقاط. هتلاقوا فروقات بسيطه، لسه الدنيا ما بانتش قوي ان شاء الله. لسه بكره الاهلي بقى ان شاء الله يعني يعتلي هذه المسابقه من الاول كده ويفرح جماهيره كالعاده. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام كابتن سمير كمونه وكابتن عبد الناصر محمد. فاصل، استنوا.